أو يعني لا سياسي إحتاج كردستان إيران لتو بشيل هي كيان عند أمان سادة يا خمس سادة يا حموش تكبير يا حكيم هي كيان هي بروح سياسي عندن مثلا كمان مثلا فرض ذكي يوم مثلا خد مختاري أو يعني أو ده ترى تشوف مختاري أو أصلا خدت سوريا مثلا خد مختاري أحسن تاكي خد مختاري إيه مكة قبول كراه ولا ترى شو رأي بيجي مقاومة تمام خدت شي سوريا مثلا من دلم أول وقتا كمان خد مختاري كلام بول أتو خد تدفت خد مختاري كراه دو شاك تحبيه شو عم فيها تين صالوه بيش شميكي أقليات كوبالا بيان بول خد مختاري كان خراب شعاري كي بوجواي طبعا مستاكا خلق خمو دعوة خد مختاري لك أول شو تقول دعوة كم لك أنه بتاع شو دعوة خد مختاري أول يكتب تمام تسبور خد مختاري من أصول أخذ مختاري هيت نعمل هاتو دوي هو يا أخذ مختارين بني أوا أوا يا أوا تبني تزعب في الموا فبقوين دعوا في الشيش فما أخذ مختارين من بني أوا فاش جيرو وشيشا لإيران داك هيين شي تيو وبني كم إنجايكا أخذ مختاري أغا هم بخو إن داك كم أوا يجيب مختارية أو سلطخوية كل تكو طبعا هم بني أوا إنجايكا هم بني حمد مخصني من شخصي بني كم إنجايكا بني كم شوي فكر كده ويبقى يتبك الإيران ده حياة ليش؟ عيش ده بإزاي؟ أو أخذ مختاري أو رشو سبيرنا لدي زوري ده كحتما خموش ده؟ يعني لا نسكي أصلا ده أما كده ده إندقى نوشي كده نحاو قيمان ده شعار بها عيش ده شعاري فين شعاري من؟ إذن فين شعاري أو مشترك مثلا أو فين شعاري فيها فيك أو كان يك أو فين شعاري خوي هيا جدا ما ليش فين شعري خوف باشا من دقل مجاهد كبون بيك او الشيعي اثنى عشرية مجبور بكم بيت السنة يا عمل بما الشيعي اثنى عشر باشا قال من حمو لحموش تيلا حتى مجاهد في مجبر برد او وقت يجي ديمقراط بيجي كم ده مجاهد ايش حتى امن بلا مطلع برد يجي مجاهد يجي بيت ديمقراط بحال جوال سوري خراوز فيك عوال جاد العدي لا كم وأوقي وشب براسلي بلا زراني وكادو عندما يشتيش أوان قبل دي بيتي كومو السياسة ده هنالا طالما هنالي تيا هنالي ممكينة أوشتي كان لو هلي مرتو إستادة هلو مرتو إستادة ممكينة بك بقنج إنساني بتجربة حتى عن إسياسي نبي أوي دفعي نمونة أبو بني همون جسر ورجعاني لقد كابلان شيزوي بيري دور بني إيرا حاد بولامو دانش تقول بس كان يجي باطل كن حاد يك يقول لزمان الشري يتم جهاني الترك خاتون أو وقت الجوان بو أمريش بحفظة صلاة مهتب كن كأو شيء ويد اللي أقلنا عشنا وبين الظالي باشا يقول باطل وطوليه لك دقاء حكومة يقول باشا بتم آخر شي دعوة بك دعوة طالباني كمثلا كحلب يقول أبي أول دعوة بك لقال وضعي يختاره بنتي يعني كي يعني فهدي ممكن ولاي ممكن اوه دعوابك كممكنة اوه اگر بتشي بتوهي ذكري لقال حزبي بحثي عربي اشتراكي كده زعني تيا ماهية تيا ايديولوجي تيا بدي اوه دعوابك كبول ممكن برشتك دعوابك كبول ممكن انا بودة تي اصلا مذاكرين لقال يبا لقال خد مختص لقال خبيني مذاكرة مان مو لبن بس ما نام شوف ده هاد يقول خمر وجهش تكيان آخر خفيان أو أبو هاد مكيان باشا هي ما خد مختاري خمومة طبعا أو خد مختاري اللي بيش لك أنا ما بيسوح مختاري الثانية باشا زور بين زوري خفكي لو بسوا مختاري الثانية شما أقول لا بتنجي هالبناء وبايزي محباد رأي مرام عندهم كبابا مختاري الثانية شما أوافق هذا أمدت أنا كنت أعلم كل مرة في أي أوانا سازش تكنون أو ضعنا تكتب إذا وقت إنك واقعين سياسي أجل دقال خميني مذاكرة لكي يعني من دابة بتاعتي لفعش عن جبت هزربا من التي خوش ما تلاها سبب أو باورا كبابا أو لكي تكتب مستعيب ضعنا رضي قابو وطمعيش دماغ
كده رجعنا نبقى بيزي لو اتشهر.